المنتخب المبارك من جدة. طربان ومكار هجم الجولة هاي. مرة نمر غش هذا وزي السعيد بن سليمان راعي الكور اللي من جهة على وجهه الزي والنمر زي النمر يا ويلكم ويلا كلمة المقرفون ما ينسى والفيديو سيد سعيد بن سليمان تو جاب لي غبش يا ابن عمه هذا دي وهذا كلمه مثل البارحه منهم يمكن اجيب شيء يا راعي الطربان يعني